رحنا في الطريق هذه رقم جوج الرابطة ما بين مدينة زي وسلوان. هاد الحباري هادو راه بشي مرة بشي جوج بشي خمسة بشي عشرة اللي صلحوهم، وديما تنوقع في نفس المشكل، وهذا شي خطر كبير على الركاب وعلى السائقين. راه شحال مرة تيوقعوا هاد لي زاكسيدون هادو، ملي تنجي نشوفو تنلقاو غير دوك الحباري، هذا بغى يهرب على حفرة ولا تيدخل في واحد اخر. دابا هنا السرعه اللي دايرين المحدوده هي 100 كيلومتر في الساعه. بالنسبه للناس اللي ساكنين في زي ولا في سلوان تيعرفوا هاد الطريق، واخا تيقربوا لهاد الحباري هادو تينقصوا ويبعدوا عليهم، ولكن الناس اللي جايين غير عابرين السبيل ولا راه تيتم غادي ب 100. راه الا وصل ديك الحفره راه الله يستر وصافي. هاد الفيراج بعدا راه هاد الايامات هاد راه كانوا داروه في الجرائد المحليه ولا يمكن حتى الوطنيه، راه كانت واحد السيده جايه وتقلبت بها الطوموبيل حيت بغات تهرب على حفره، ولا كان مع شي وحده ولا ترس من الدار ديالها، وما عرفناش هاد الشيء، ما عرفتش شنو بغاو تيموتوا الناس هنا ولا ما عرفتش شنو بغاو هاد الناس هادو. وللتذكير راه واخا تشوف البلاكه هذه اللي شفتيها هنايا دابا فيها السرعه المحدوده 100، راه 100 عند المغاربه هي 140 160. كما راك تشوف دابا راهم صلحوها شحال من مره، ولكن اش تيديروا ما تيحفروا ما والو، تيجيو يرميو فوق الزفت وصافي. سيرتو في الزيارات الملكيه تتبان لك ولات جديده، تتفوت عليها واحد السيمانه ولا تتولي بحال راك تشوف دابا انت شفتها دابت كاع وهربت.